طيب هسا في شيء يسموه بريفرال ديفايسز، هذول اللي بينشبكوا على الكمبيوتر من برا، منهم الكيبورد بسمونه بريفرال ديفايسز، منهم الاوبتيكال انبوت ديفايسز اللي هي الكارد ريدر، البيبر تاب ريدر، هذول يعني في اشياء بتكون انتم شفتوها في اشياء ما شفتوهاش. السكرين مثلا، التاتش سكرين، اللايت بين، الماوس، هذول بيعتبروهم بريفرالز. هذول بسموهم انبوت ديفايسز، يعني انت الداتا بتيجي من برا وبتدخل لجوا عند على الكمبيوتر. في اوتبوت ديفايسز اللي هن البرينتر مثلا، البلوتر، السماعات، هذول اوتبوت ديفايسز. سي ار تي، الكاثود ري تيوب اللي هي الشاشات، هاي الشاشات، يعني الشاشة تاعت الكمبيوتر مثلا، هاي مثال عليها. ففي المهم تعرفوا انتم بحياتكم انه في بريفرنس هذول بينشبكوا مع الكمبيوتر، اللي هن بيكون يا بيجيب ان انبوت لجوا، يا بتاخذ انت داتا من جوا بتطلعها عليهم لبرا، فبسموهم انبوت ديفايسز او اوتبوت ديفايسز. بس لازم يكون في شيء بالنص بينهم وبين السي بي يو، انترفيس لازم يكون بالنص بيناتهم، بين السي بي يو انترفيس. واصلا هذا الحكي احنا مر معنا بشابتر 5، اذكركم بشابتر 5 لما اخذنا الاي او، هون بالاي او شو لاحظوا، هاي الكيبورد عباره عن بريفرال، شو بينه وبين السي بي يو، هاي السي بي يو، منطقه السي بي يو، في انترفيس ترانسميتر انترفيس، وفي هنا بين البرينتر وبين السي بي يو ريسيفر انترفيس. فالانترفيس هو يعني وسيط بين البريفرال والسي بي يو. طبعا ليش الوسيط؟ لانهم مشان يفهموا على بعض، يعني مرات مشان مثلا السرعه، اذا السي بي يو سريع كثير، اذا بده يودي الداتا مباشره للبرينتر، البرينتر مش راح يلحق عليه. نفس الشيء الكيبورد بطيء، اذا السي بي يو بده ياخذ الداتا من الكيبورد بنفس سرعته السي بي يو، مش راح يكون الامور صحيحه. فهي اكزامبل على الانترفيس. فالانترفيس بحل مشكله مثلا اختلاف السرعه بين الـ يعني هو واسطه انترفيس وسيط بين البريفرال والسي بي يو، مشان يحل مشاكل اللي هي نحكي لما يكون الكومباتيبلتي انه مش متناسقات. واكزامبل عليها واضح جدا، السرعه سي بي يو سريع، البريفرالز ابطا، فلازم يكون في انترفيس مشان نحل المشكله هاي، مشان يلحقوا على بعض ويكون الكوميونيكيشن صحيح، والداتا اللي بتنتقل سواء من السي من البروسيسور للبريفرال او العكس من البريفرال للبروسيسور يكون تكون الداتا صحيحه، الداتا تكون صحيحه. فصار يحكي على الانبوت اوت انترفيس. شو بيعمل الانترفيس؟ provide a method for transferring information between internal storage such as memory and CPU register and external IO devices. فهو واسطة، يعني هي الطريقة اللي بتتم من خلالها عملية الكوميونيكيشن، نقل الداتا between اللي هو CPU والميموري، الأشياء الداخلية مع الاوتبوت ديفايسز الخارجية، الانبوت اوتبوت ديفايسز الخارجية. شو الهدف من الانترفيس؟ resolve the differences between the computer and the peripheral devices. الفروقات بتنحل بين هاي بهاي الطريقة. من الأمثلة على الفروقات هي حاطينها هون، كويس. مثلا بيقول لك ال peripherals electromechanical devices، يعني ال peripherals مثلا البرينتر فيها ميكانيكال سيستم، ال CPU والميموري electronic devices. فهاي خلاف، الخلاف هذا مشان يقدر يفهم، مشان يعني تنحل المشكله هاي، الانترفيس راح يحل مشكله الاختلاف بين السي بي يو والبريفرال بهاي الموضوع. داتا ترانسفير ريت، سرعه نقل الداتا، البريفرال يوجوال سلور، السي بي يو بيكون سريع، ماشي. فلازم يصير في سم سينكرونايزيشن مشان تحل المشكله هاي. فالانترفيس بحل هاي المشكله. فهاي المشاكل اللي بحلها اكزامبلز على المشاكل اللي بحلها الفروقات واللي بحلها الانترفيس. يونت انفورميشن، وحده الداتا، مثلا البريفرالز بيشتغلوا على بايت، السي بي يو والميموري ممكن يشتغلوا على وورد، الوورد ممكن يكون تعريفها 2 بايتس او 4 بايتس.
في مشكلة يعني السي بي يو بده يطلع 4 بايتس، طب البريفرال ما بيستقبلش غير 1 بايت، شو المشكلة؟ لازم الانترفيس ياخذ ال 4 بايتس يحطهن عنده يخزنهن عنده بعدين يوديهن للبريفرال وحده وحده. فهاي من المشاكل اللي بيحلها الانترفيس. اوبريتنج مودز بريفرالز اوتونوموس اسينكرونس السي بي يو ميموري سينكرونس. البريفرال ديفايسز اسينكرونس يعني بيشتغلوش على الكلوك نفسه ماشي، او ممكن انه الكوميونيكيشن يكون عندهم اسينكرونس، السي بي يو مثلا يكون سينكرونس بده يكون سينكرونايز مع الكلوك وان كلوك. هاي المشكله بدها تنحل من خلال الانترفيس. فاي فروقات هذول اكزامبلز يا شباب، اي فروقات بين البريفرال والكمبيوتر الانترفيس بحل هاي الفروقات. هاي مورجينا كيف ممكن ينشبك اللي هو بسموه اي او بس اند انترفيس موديول. عندنا البروسيسور، في عندنا الانبوت اوتبوت بس، هاي الانترفيس بقعد بين البريفرالز والسي بي يو. ففي عندك اللي هو الداتا بس، وفي عندك الادرس بس، وفي الكنترول بس، فكله مشبوك على الانترفيس. الانترفيس بيحكي بالنهاية مع البريفرال. فالبرينتر لما بدها داتا راح تيجي الداتا على الانترفيس، والداتا والانترفيس يوديها للبرينتر. الكيبورد لما بده يدخل داتا راح يدخل داتا على الانترفيس، والانترفيس يوصلها للبروسيسر. طبعا الكنترول سيجنالز هذول او الكنترول بس راح نيجي ونشوف كيف يعني كيف الادرس معروف الادرس والداتا، بس الكنترول اللي هو راح يكون اللي هو زي الكنترول ووردز او كنترول بيتس، بحيث يتحكموا مثلا بالدايركشن للداتا، يتحكموا مثلا بسرعه الداتا. فراح نيجي لهم يعني اتوقع راح نشوف اكزامبل. هسا each peripheral has an interface module associated with it. The interface decodes the device address. طيب قبل ما تنتهي بكره بدي اعمل محاضره يا ملحم، بلغ الطلاب بحط على الاي-learning ماشي. فبكره بدي اعمل محاضره مساء على الساعه 7:30 بجوز، بس على الاي-learning راح احط المعلومات عشان نخلص وخلص نخلص ما نضلش نعطي ليوم الثلاثاء. بعدين خلص محاضرات مراجعه. ماشي. الله يعطيك العافيه لانك انت الوحيد، في ناس كمان الشباب الموجودين بلغوا الناس انه بكره في محاضرات 7:30 ان شاء الله. ان شاء الله. ما شاء الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. الله يعافيك. الله يعافيك.